فمن حباه الله فمن ثاقبا كان شهابا في العلوم ثاقبا. فلا ينبغي الإنسان يظن العلم فقط معلومات، العلم حياة وروح وأنس ولذة ومناجاة وعبادة لله سبحانه وتعالى. فكل الآن الذين يكتبون أفضل ثوابا وأعظم من الذين لا يكتبون، لأن حقيقة الإقبال على العبادة يكون بمثل هذا، والذين يكتبون ويراجعون أكمل في صورة العبادة ممن فقط يكتب ولا يراجع، ومن يراجع ويتحفظ المسائل أكمل عبادة من مجرد من يكتبها ثم يرجعها ولا يتحفظ فيها.